يسعد صباحكم مشاهدي الأخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. نحن حاليا موجودين بحي الجميلية وتحديدا بمحل هو من أقدم محلات الحلويات المتخصصة بحلب. رح نتعرف على أكلة لما بنقول الصبح بحلب لازم نعرفها، المامونية، كيف بتتحضر وإمتى بتتاكل. رح نتعرف عليها أكثر، خليكم معنا. احنا نزلنا هلأ لقلب المعمل لحتى نشوف كيف تتحضر المامونية. صباح الخير، يسعد صباحك شيف، كيفك؟ يعني اليوم هيك بدنا نشوف هاي الأكلة الشعبية المامونية، شو مكوناتها هي بالأساس؟ مكوناتها كيلو سكر، كيلو ونص مي، 300 سميد، 300 سمنة. طيب كيف تتحضر وشو المراحل تقريبا؟ السكر والمي السميد هلا تماما، مي سمنة. هلا انت بالاول بيكون المي غليانه، لازم تغلي فتره من الزمان مع السكر. ايوه المي بالسكر تقريبا قد ايه بدها تقعد عم تغلي؟ بس تغلي 10 دقائق او ربع ساعه. 10 دقائق لتقعد شوي مثل ما بيقولوا تقعد هيك او شيء؟ بس تغلي، بس تغلي السميد بقعد. اوكي. قد ايه بتحط تقريبا كميه السميد مع كميه السمن؟ هذا نحن الطبخة الكبيرة للمحل كيلو ونص سميد. لا إذا عم نحكي عن عائلة، عن عائلة حسب العائلة كم شخص. يعني لازم يكونوا قد بعض بالتساوي مثلا، فينا نقول يعني إذا كل كاسة سميد قد ايه بدها؟ كاسة سميد بدها 3 كاسات مي. بدها 3 كاسات مي تمام، 4 كاسات ونص 3 كاسات سكر و 4 كاسات ونص مي كاسة سميد. هاي المرحلة الثانية وبعد ما تحمص قد ايه بتقعد تقريبا؟ 10 دقائق. 10 دقائق وطبعا حسب الغوز اذا نار عالية. قد ايه صار لك تشتغل بهذا المحل تحديدا؟ هون من 94. 94 يعني عشت ايام كثير طبعا مثل ما عاش كثير من الحلبيه خلال الفتره الماضيه. سنين الحرب اللي مرت القاسيه على حلب، هلا كيف شايف الوضع بعد سنتين من الوضع اكوس بكثير. عدى الحرب والحمد لله رب العالمين، خلصنا من الارهابيين وانقطعنا من كثير مواد واشتغلنا هون بايدنا. القيمه طبخناه القريشه. يعني مثل ما بنعرف كمان المنطقة اللي نحن فيها تعرضت مثل كل شارع يمكن بحلب، كل منطقة إما لقذائف إرهابية إما لتفجيرات. أكيد مر عليكم أوقات صعبة لتيجوا حتى يمكن على شغلكم يوميا بالمناسبات، يعني حتى من يعني قبل التحرير كان بالمناسبات يعني اللي هو الوقت الواحد بيشتغل فيه مثلا برمضان وبالاعياد كان ينزل قذائف كثير على هاي المناطق وما هيك كنا نشوف الناس موجوده بالشوارع لانه صار عندنا شيء طبيعي. واحد اول كم نهار بخاف وبعدين صار طبيعي. في هيك اراده بتلاقيها، يعني شفنا هاي الاراده قويه عند الحلبية. يعني شيء عدى كم نهار بعدين صار عادي، اراده قويه، شاب يعيش مو انه والله يتخبى بالبيت. صرتوا تلاقوا بدائل، يعني مثل ما قلت لما انقطع مثلا القيمه صرتوا تشتغلوا، صرتوا تلاقوا بدائل يعني بحيث انه ما توقف هي المحل، بحيث ما يوقف المحل. لانه في كثير عالم بحاجه للشغلات اكيد. والمامونيه بالذات ليش لازم تتاكل الصبح؟ يعني اي حدا بيعرف انه مامونيه صباحا ما فيه ياكلها وقت ثاني. اذا كان سمنه عربي الله هي صبحي مثلا واحد يكون مثلا يمكن صوته مبحوح شوي شغله شيء. هي فوائد ثانيه، يعني هي مو بس الطعم الحلو بتفيد فوائد ثانيه. اذا كان مثلا زرع في منه مثلا زرعين مزيده شوي. فوائد كثيره ويمكن هي من درجة العادة، يعني مثل ما بيقولوا درجة العادة من أهالينا إنه هي الطبق الصباحي. يعني هلأ مع التطور صرنا نشوف إنه حتى المحلات اللي بتعمل مثل هاي الأكلات
صرتوا تلاقوا طريقة لتنبعت مثلا لمحافظة تانية لحتى ضل فترة طويلة موجودة؟ بس في طلب هلا صرنا نشوف انه ايه والله في ناس من محافظة تانية عم ياخذوا مامونية عم تبعتوها كمان. بنبعتها هي لسفر مبرد له، هي ببعتها بيردي تنبعت يعني ممكن تنبعت. ما هو مثلا البلد اللي فيها إذا ميكروويف بقدر يستخدم ميكروويف أو بقدر يحطها مثلا بطنجرة صغيرة وسخنة تكون جاهزة لعند السفر، يعني حطها بقلبي ومبردينا ما يكون سخنة. طيب بعد هاي المرحلة نحن فينا نشوف شو المرحلة اللي بتكون بعدها؟ والله خلصنا من هاي المرحلة. هي بنكتر سمنة مشان السميد ما يتلا دواء. تماما بنكتر سمنة مشان السميد ما ينزل. تمام نعود بعد شوي ايش بنسوي؟ بنصفي السمنة منها. هي السمنة عم نصفي منها. هي فوق السكر المي بس هي سخنة ومي سخنة بس هي بطعيك إشي بخار مي سخنة ومي سخنة هيك بردناها بس هي بمي سخنة مي سخنة ومي سخنة بطع بخار هلا بردناها شوي بنحط كل الكمية اللي انقلت بالمي المغلية. ايه كلها. مشان السميد اللي تلوث. مشان ناخد مثل ما بيقولوا البهريز يعني. الله هي صارت تغلي. نتركها تغلي قد ايه تقريبا؟ ايه بس اسمك يعني حسب درجة الحرارة. ايه. هلا مثل غازي بيقول من هون غير غازي بيقول. ايه. بالبيت بتطول فيه ربع ساعة، هون غازنا كبير 10 درجة. وبعدها بعدها بنفضي الفرع على البيض. طيب نحن هلا رح نطلع سوا نشوف الشكل النهائي. تماما يعني هي هلا بدها تغلي بعد بعد ما تغلي بنصير جاهزين. بس جاهزه لفوق تغلي وبتتزين تختلف الزينه طبعا. حط النفسته وارفع وجهك. هي طريقتين مبنية لك إلا طريقتين مشان بالبيت إذا واحدة تساوي بس ماذا تفسخ كل الغراب تغلي تحط السمنة والسميد حركيهم استوى السميد السكر والمي من كتهم فوقهم فوقهم ما بتصفيها مثل ما ضروري تحط هون غاز وغاز يعني على غاز واحد ممكن تنعمل عمصنا السميد جبنا مي بيرد والسكر كتيرا وفوق السميد حركناه كمان بصير هلا نحن تقريبا صرنا بالمرحله الاخيره اللي هي قبل التقديم رح نطلع لنشوف الشكل النهائي خليكم معنا يلا اي خاصه هي بعد ما خلصت هي هيك الناس تيجي تشتريها صباحا هو بس بلش يصبها بقلب الصحن بلش هيك حس انه ريقي عم يجري كمان التزيين فينا هيك هيك بس هو الاساسي قرفه هيك في منه مثلا بده ايما ما نحط له ايما ايما او جبنه او جبنه او جبنه على هيك صرنا الصحن النهائي بدنا معلقه بصير مندوق لازم هي معلقه لا هو لازم نحط عليها شيء لازم جبنه او شيء ما في هسه انا ما رح استنى لحط يعني لبين ما يجيب ما بعرف
في هدوء، بس هي فعلا شكرا شكرا كثير عزمناك معنا. شكرا. هيك تعرفنا اليوم على أكلة من الأكلات الحلبية الصباحية تحديداً.